الاهداف. هذاك تبع هو والله انا مفصل في الشارع القص تاعي ومفصل برا. هذه ماشينه جديده هانيه قاعده. عندي شوي نفصل، ما عنديش كي ندور، نبغي ندير ابخونتي، نبغي نعلم، نبغي ما كاش كي ندير، باسكو ما عنديش وين نحط الماشين الثانيه، باسكو عندي غير هذه تاع الخياطه وهذيك تاع السورجي ديجا راهي مردومه، وهذه هذه الماشينه تخدم صوالح شابين، ولكن ما عنديش وين نخدم بها، باسكو على يليق لها الطابله تاعها نظرا للضيق تاع المحل تاعي، يليق لها الطابله تاعها هذه سبيسيال طابلتها، اللي عندنا الماتيريال اللي قلنا له وسع. احنا اللي عندنا الماتيريال اللي لقنا له صح حكايه احنا شحال من خياطين راهم عندهم نفس المشكله وعلى هذه المشكله شكينا بزاف ولا غالب. نتمنى من المسؤولين ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذه النقطه تاعنا ويشوفوا فينا. وبسبب ضيق المحل راني خسر عندك لي كليون برا نغسلو غير برا لي كليون تاعهم داخلين ضيق المحل والمحلات الكبار 40 متر كاري هاي مغلقه كاع على بالهم المير شاف دايره الولات الاولين داروا لي زعما كيما نقولوا حنايا وعدوني وعود كذبه. انا راني باغيه من هذا الوالي يليق يسمعني ويليق ينفذ لي طالب تاعي. مرا هكا بغري وين اقسموا يشوفوها رجاله برا نغسلها برا ما جاياش. تاع الامن، الامن ينعدم من ضمنها انا تالمولي عندي ضيق خرج صوالحي برا اللوح والبونج وكاع المبيته من الشمبيته في هذه الحاله كيما هكا هاوما المثل يعبر على نفسه كشر دوه المد ونطلبوا من السلطات لا كان يستمتونا باه يوسعونا ولا يشوفوا لنا حل مناسب. لكن 2020 وفي وسط لافي نستعمل قرعه تاع الغاز انا يوميا من يوميا قرعه تاع الغاز ودروك الصغار باش يجي القروع ما كانش. نطلب من سيادة الوالي يجي زيارة عندنا ويشوفنا ويشوف المشاكل ويسمع المشاكل تاعنا ويشوف لا سيتياسيون اللي رانا فيها. احنا عندنا بزاف مشاكل هنايا وعندنا بزاف مطالب. بون المطلب الأول احنا تاعنا هنايا لا سيكوريتي. ماذا بينا كان الدولة توفر لنا حارس ليلي، حنايا في النهار اون سو دي بروي بصح في الليل ما كاش كيفاش راكم تشوفوا هنايا منطقة شوية معزولة. لي كونديسيون نيل. لا غاز لو غاز دو فيل وكاع ما كانش ليكليراج غير كيما خدموه بزاف بزاف مطالب زعما كاين محلات راهي مغلقه كاين محلات راهم ينادوا على التوسعه راهم في سنين مازال ما كاش كاع استجابه. ماذا بينا السلطات المعنيه تقدم هنايا تشوف حالتنا كي رانا غبينا راهي كاين دي جون باغيين يخدموا بصح ما كانش لي كونديسيون نيل. ماذا بينا نستعملوا كل الوسائل هنا ماذا بينا هنا خاصنا عساس ما كانش وبينا كي رانا نخلصوا ثاني يقول لك خلصوا بيناتي تروطار ما كانش كاينه بيناتي تروطار يروح نخلص يقول لك خلصها والله تروح تخلص يقول لك ما تخلصش صبر مهلا يروح هنا قال لك لا عندكم بيناتي تروطار هذه يديروها هنا غير هكا هما وعندنا الضوء هنا ثاني ناقص راكم تشوفوا الضوء بعينيكم كلش قال والحواني تنبلعين عندك يجي راني مخلوع انا واحد دا يجي ريك راه هنا يقول لك وسخ وكاع ما يحلش لازم يحل. والحمد لله استفدنا من هذا المحل تاع الرئيس
شو لا كيما نقولوا الماتيريال اللي عندنا حنايا عندنا ماتيريال كبير بزاف وهاد المحلات صغار بزاف وماذا بينا يوسعونا ويجوا كيما قال لك يجوا يشوفونا هادو لي طروطوار يدونونا الامن امن ماش عندنا ما عندنا ماش قايمين الوسخ كاين شي حوانيت هما حدانا مبلعين صافي 10 12 مبلعين كاع عمرنا ولا شنا مواليهم ولا نحلوا يجوا يحلوا يوسعوا علينا كيما انا ها حانوت صغير راني داير فيه غير الكتان اكسبوزي فيه غير سلحتي زعما شي نخدم وشي ما نخدمش وراني كاري والله راني كاري ومغبون وعندي بروبليم ثاني تاع لي كونطرا هادو لي كونطرا هادو نورمالمون الرئيس دايرهم باللي ب 30 في الشهر وكيما نقول لك بيع بالايجار وحنايا كاين ناس عندهم بيع بالايجار وكاين انا عندي غير ايجار علاه ناس هاك وناس هاك ما فهمناش حنا والله ما فهمنا حنا كيما قال لك كاع جزائريين وكاع كيف كيف هما حدانا عندهم بيع بالايجار وحنايا غير ايجار ماذا بينا تاني يعطونا العقود تاعنا يطلعونا المورال كيما قال لك باش نزيدو نصرفوا على هاد الحوايج.